قال لي بغيت نولي رئيس مجلس النواب؟ قال له ما عرفش ما باغينيش ولا ما عرفش. قال له والله ما كاين، ما كنتي انت رئيس هذه الحكومه لا تشكل. قال له شنو قال له الطالب؟ قال له كنتيق فيك عندها. قال له انا ما كنتيق لا في امين العام ديال قال له انا كنتيق هذا بن كيران والعهده عليه. الطالب العالمي قال لبن كيران قال له كنتيق فيك عندها. اللي قربوا الانتخابات ديال المجلس واللي دوزنا الحكومه ما دخلنا فيها الاحرار جا عندي تيسولني قال لي يا سي بن كيران علاش ما درتينيش وزير؟ قلت لي انت غتكون رئيس البرلمان، ما قالها لكش الامين العام. قال لي انا ما كنعرف لا صراحه، قال لي انا ما كنعرف لا مزوار ولا غيره، كنعرف غير انت. لا قال مش كنعرف، ما كنتيقش هكا. قال لي انا ما كنتيق لا في مزوار لا في غيره. راه هذا الكلام راه سبق ليا قلته، واش سمعتيه ولا ما سمعتيهش؟ ايوا سير عنده البي جي ديالك كتيق فيه، كيتيق فيه عيطيه الاخر عاوتاني مع دغيا كيتيق هذاك بن كيران الاستاذ السي بن كيران مسكين دغيا بشامعه. قال له والله راه صافي ولا صافي انت هالكلام بحال ديك الصندوق هو بن كيران تيستعمل هذه قلتيها ليا انت هالكلام قلتي لي كيتعامل بالنيه في السياسه زعما صندوق التنميه القرويه قلتي لي قلت لك كيقول الاخر قلت لك واخا يكذب عليه مثلا شي استقلالي قلتي لي امنا بالله ديك امنا بالله بحال شي حاجه ديالو ديال الدار ويا راه مصالح 40 مليون مشات بامنا بالله. ايمان بالله مهم كاين ماشي بعادو امنا بالله يمشي لك. قال له كنتيق فيك انت دغيا عجباتو ديك هو عنفخ فيه السي بالكيران قال له كنتيق كتيق فيه تيق فيه. اذا عنده تجربه مع بالكيران رئيس مجلس النواب واليوم رئيس مجلس النواب كان وزير الشباب والرياضه التدبير الجماعي ودير هذا الزرقاء السي الطالب والمصيبه شكون غيسائلو؟ اخطر ما عندنا في المغرب واش تقدر تسول واش كاين شي جهه تقدر تسائل الطالب العالم واش تقدر تسائلو؟ ها هو دابا زبله خطيرة جدا. إذا هما خرقوا المادة، علاش؟ لأن المادة 248 من النظام الداخلي للبرلمان، هنا كنعطيكم تحت شوفوا الفقرة يرأس الاجتماع المشترك ملي كيجتمعوا هذاك الاجتماع اللي كيجي فيه رئيس حكومة يقدم الحصيلة ديالو الحكومية، شكون تيترأس؟ كيترأسه رئيس مجلس النواب، وبجانبه تيكون رئيس، يعني المركز هو رئيس مجلس النواب. ويحضر إلى جانبه، زعما بدرجة ثانية، الرئيس مستشارين يحدد مكتب المجلس. هذه اللي مهمه اخوتي المغاربه، شكون اللي كيحدد؟ يحدد مكتب المكتب ديال مجلس النواب مع مكتب مجلس المستشارين هما اللي كيحددوا تاريخ ديال النهار اش غيجي اخنوش. ويقوم رئيس عاد كيجي من بعد البلاغ ديال رئيس مجلس النواب ومستشار كيخرجوا بلاغ. يا الله شوفوا على تبهديله. يحدد مكتب المجلسين، دابا المكتب ديال الطالب العلمي ما كاينش، باقي ما تشكلش. شدار هو خرج بلاغ، وذاك البلاغ خصو يجي ما بعد تشكيل المكتب. إذا ذبحوا هذه المادة ذبح ما قارينش. واش ما قارينش؟ علاش كنقولوا التعيين بناء على الكفاءة ماشي الولاء؟ وكان دابا عنده معاه شي خبراء، دابا تصور حكومة ومجلس المستشارين ومجلس كاملين دفقوا هذه التدفيقة. فضيحة بجلاجل. واش الحكومة واش هادو غنثقوا فيهم من بعد يدبروا شؤوننا؟ واش اللي داير زبلة بحال هذه؟ هل واش كيعطيك دابا الاطمئنان الحكومي؟ علاش كيحاربونا المغاربه في هذه القناه؟ بغيت تعرفوا علاش كتحاربوا نتوما؟ بغيت تعرفوا علاش كتحاربوا؟ بغيت تعرفوا علاش كتشوفوا التشهير بينا في القنوات وفي الصفحه؟ هذا هو الاصل. واش انا رئيس حكومه، انا الطالب العالمي، الناس كيديروا مني ها عدد ماشي كلش ها سي فلان سي فلان، الناس كيتمناو غير يتصوروا معنا، الناس كيتمناو تجي انت ها وتبدا هكا تفضح فينا واش بينا ما كنفهموا في القانون وكندبحوا الدستور، غنخليوك. والله اخوك على الحبس تيديوني الحبس هذا. كيبقى لهم على الصفحات والتشهير لحقاش كاين الفلوس صاير دابا الصفحات وصحاب المواقع اللي كيهاجمون هضروا على هذه النقطه. شوف القانون شكون ترى هذا الانسان شي غير هادي امام الله وامام الوطن تغفر لي ما تقدم وما تاخر. علاش ها هي الحكومه غتولي تخرج بلاغ البرلمان ياك خرجوه اليوم من بعد الحلقه ديالنا ديال البارح من حقكم تفتخروا الزوار اللي كيتيقوا في هذه القناه هذا مكسب. واش عندنا دور ولا ما عندناش؟ شحال كاين الصحافه في المغرب ورقيه والكترونيه؟ كاين شي واحد ترى هذه النقطه من غير هذا الانسان اللي قبلتكم البارح بكل تواضع؟ ها احنا انا قومت سلوك برلماني. وشوف اللعيبه اللي غيديروا هما، شوف البلاغ اللي خرجوا اليوم هذه اللي عاودتني باش السيد رئيس الحكومه المحترم عقد جلسه كذا كذا. قال لك الطالب العالمي صيفط الاخنوش قال له السيد رئيس الحكومه المحترم الموضوع عقد جلسه للبرلمان لعرض الحصيله المرحله وبعد علاقة ويلي بيلي هذه بغيت لكم واحد الفقرة نقراها لكم هي اللي كتسمى
كتحقر الذكاء المغاربة. راه مازال الانسان يغلط ويعتذر والله ما كاين باس، حنا ما نقولكمش سيروا بحالكم بهذا الخطا، لا، على الاقل كون واضح، قول زلقنا، عاقب لي شي مسؤول، عاقب لي شي مستشار، بدل لي شي مستشارين ديالك، بدل شي واحد كيفكر معك. ولكن باش جي عندنا وتمرقن هذه هي اللي خاطئ. سمعت قال لك من اللي بغى يعدلوها، قال لك وعلاقه بالموضوع المشار اليه اعلاه، ونظرا هذه تبعوا معايا من دابا اللور، ونظرا لتعذر استكمال تكوين هياكل مجلس النواب كما كان مرتقبا في بداية الاسبوع، اطلب منكم تاجيل الجلسه المخصصه لتقديم الحصيله المرحليه لعمل. قال لك هما العداو هادشي هادو خطا. قال لك هما القانون كيسمح ليهم، هما دابا شوفوا اللعبه في كاين بهذا البلاغ يفهم منه القانون، الماده 248 كتسمح ليهم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين يخرجوا بلاغ مشترك يحدوا فيه الجلسه اللي غيجي فيها رئيس الحكومه، سامح لهم هادشي بلا ما يكونوا لا هياكل لا انتخاب. شنو المشكل اللي خلاهم ياجلوا؟ دابا تيتمرقنوا علينا، شنو المشكل؟ كانوا غيصابوا الهياكل بدايه الاسبوع اثنين وثلاث وما تكونش النصاب، فقالوا له واش استاذ خلينا تنكونوا النصاب راه واللعبه فيك وانت ما تخرجش البلاغ من الاول غلط، ماشي ما تكون لكش النصاب. فين ضحكوا علينا المغاربه؟ بينوا لكم بحال اللي زعما غير هياكل ما تصاوبش اثنين وثلاث وما واجداش باش يجي استاذ رئيس الحكومه. هو الحال ان البلاغ اللي خرج الاول خرق للقانون، لان البلاغ اللي خرجوا الاول كيجي ما بعد تشكيل الهياكل بطريقه الامين العام، الامين العام ديال المجلس ديال النواب ياك هو الامين، هو اللي كيكتب. فين هو؟ انا ما كنقولش عليه هارب، بس تيقولوا عليه الناس هارب. انت غتجي رئيس الحكومه والامين العام ديال المجلس لا يوجد. نعاودها، عضو المكتب السياسي، عضو المكتب السياسي ديال السيد رئيس الحكومه ورئيس نحيدوا ذاك الفريق مع كل احترام ليه كما كنحترموا الانديه الاخرى، يقول لك عاوتاني رئيس فريق وعضو مكتب سياسي واللي هو الامين العام ديال المجلس المحكوم باحكام، ما كاينش. انا بغينا نطمئنوا عليه، واش مريض؟ واش صحيح؟ واش بقى يزاول المهمه؟ واش ما بقى؟ والعداء وعتقول الروح امين عام ديال المجلس مؤسسه حيويه ما عارفينش ماله فينا هو، ورئيس الحكومه غيجي يقدم الحصيله للمغاربه 40 مليون والامين المجلس لا نعرف مصيره، واش مريض؟ واش هارب؟ واش والله اعلم. شي هادي دير في شي بلاد كيفاش؟ والخطر شنو هو؟ هذاك رئيس مجلس النواب اللي توا عضو المكتب السياسي مع بودريقه هو وذاك ميارة الذي سقط كالطائرة في الحديقة على المجلس، هادو بجوج داروا غيجتمعوا، ورئيس الأمين العام للمجلس اللي غيقرر ما كاينش، والهيكل ديال المكتب المجلس ما كاينش. شتوا البلاد، شتوا المغرب، تيبان لكم نقاش عا صغيور وقس على ذلك. بوانو قال واحد الهضره قطعتها ومهمه، ولكن بوانو عنده نصف الحقيقه. انا نفاجئك السي بوانو. بوانو قال لك نخلي بوانو يقول وعاد نقول لكم شنو هي الحقه. بوانو كيهضر على واحد المرسوم داروا الحكومه باش تستافد اكادير من السلف. مزيان نحطكم في الصوره، مزيان. الجماعات الترابيه المشرع شنو داير لها؟ كتسلف من جوج الحوايج، اما كتسلف من صندوق التجهيز الجماعي اللي كاين في الرباط ديال الدوله، كتسلف الجماعه. الحاله الثانيه كتسلف من الابناك، اما المغرب او الابناك الدوليه الجماعه الترابيه، ولكن بشرط خاصها اذن من وزير الداخليه عاد تاخذ من الابناك. مزيان هذاك مين جاء اخنوش في الحكومه دار واحد المرسوم، غير واحد المرسوم على حساب اخنوش، قال لك باش تاخذ الابناك باش تسلف الجماعه اكادير من الابناك. قال لك في ديك السيمانه تزامنت مع شي مسؤوله الابناك. هو عنده نصف الحقيقه، غلط بوانو. نقول لكم وعاد نقول له الحاجه اللي غايبه واللي خطيره بزاف، سمعوا بوانو اش كيقول بعدها. خليني نقول لكم وحده اللي هي كبيره من الكبائر. كيف ولا رئيس الحكومه في العام الاول دوزنا هذيك 2021، في العام الاول 2022 مشى غير واحد المرسوم، هذا المرسوم كيحدد الاقتراضات كيفاش كنقترضوا وخاصه بالنسبه للجماعات، غير المرسوم ديال الاقتراضات لكي تستفيد منه جماعه واحده وهي جماعه اكادير التي يراسها، واستغل في نفس الوقت وفي نفس الاسبوع وجود واحد الرئيسه ديال البنك اللي خدم عندها قرض ديال مليون اورو، مليار 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 ديال الدرهم، 100 مليون اورو. معناه اننا حنا
هادشي دابا هاد الجماعات كلها يلاه من 1503 هاد الجماعة، جماعة واحدة اللي دار لها مرسوم لكي يكون عندها هذا القرار. ويلي 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 اش كنقول مرة مرة كتعقل ديك هو العداو، خصني نقولها 10 المرات دابا هو العداو. عرفتي علاش هادشي اللي غنقول لكم؟ يا ربي يكون هادشي اللي غنقول عكذوب انا، حيت ما عندي كندير. سمعت معلومة، كندافع على المؤسسات، كندافع على الصوت المرفق العمومي، كندافع على صوت رئيس الحكومة. سيدي الحكومة ما كتجاوبنيش، رئيس الحكومة ما كيجاوبناش، المغاربي خصو المعلومة، عندي معلومة كتبقى شنو ندير لها؟ نمشي نديها في هذه المعلومة في غنديرها؟ عاقولوا لي اخوتي المغاربة، نمشي نكتب وقيلا شي كتاب. ايوا انا صحفي كنسمع المعلومات، الجهة المعنية نتواصل معها. الحكومة والله لا جاوباتك، كي غندير المعلومة نخزنها. شوفوا المعلومة كي دايرة. السي بوانو انت شنو قلتي؟ السي بوانو جابوا مرسوم من اجل شحال كاين من جماعة بعدا؟ 1503 من 1502 لا حق لها جماعة واحدة الأكادير دار عليها مرسوم باش تسافد من الكريدي، بغات تاخذ كريدي جماعة، خذات شحال؟ مليار درهم. واسمع القنيبيلة اللي سمعتها السي بوانو، الخطورة فيك اللي انت غايبة عليك حدود سيدي في استدار رواية رسمية. أنا ما نقولش ما كنتيقهاش 100% صافي، هكا كنحترم راسي رغم أن مصادري جد موثوقة. شنو قالت لي؟ كاين واحد الشركة تسمى شركة توظيف الأموال، مارشي أوبليغاتير، مارشي أوبليغاتير، شركات توظيف الأموال. هادو واحد الناس عندهم واحد الفلوس بزاف كيقدو يسلفوا حتى الجماعة، ولكن كيفاش؟ ما كاش القانون كيسمح لهم. غيجي داك المرسوم قال لك باش يسمح لدوك الشركات توظيف الأموال تسلف الجماعة، غيدار داك المرسوم خصيصا. والخطورة يا ربي يكون هادشي كذوب، يا ربي السي أخنوش يكذبنا بشي بلاغ. كذبنا سيدي. شكون اللي في ديك الشركة توظيف الأموال؟ ناس ديال الأحرار. وحيت كنحتارم راسي وباش نأكد لكم ما عنديش سوء نية، عارف أنا واحد الشخص يرأس لجنة في البرلمان مول هاد شركة توظيف الأموال، وكاين ناس أخرين الأحرار. أنا كنقول سي بوانو الخطورة ماشي عنا، من شكون هما من عدم تسلفت؟ شكون هي هاد شركة توظيف الأموال؟ واش بالصح أنا نطرح أسئلة، واش بالصح سلفت الجماعة؟ كتعرفوا الجماعة هي أحسن واحد يمكن تسلفوا فوق الأرض، فلوسك مضمونة وماشي غير مضمونة متلتة، لأنه علاش الجماعة هاد الشركات كتاخذ قيمة ولا فوق أكثر من الأبناك، مضمونة الدولة ضامنة الجماعة. شي سي بوانو هاد شركات توظيف الأموال ما كانش كيسمح لقا، داروا مرسوم باش شركات توظيف الأموال وسلفت جماعة أكادير. واش المغاربة هاد النقاش سهل؟ ها علاش ملي كيجيو رجال الأعمال كيوصلوا للسلطة، رجال الأعمال ملي كيوصلوا للسياسة، ها علاش ملي ما كيبقاش المجتمع المدني كيلعب دوره الحيوي، ها علاش كتحارب الصحافة، ها علاش كنتحاربوا كتشوفوا التشهير بينا تحملك إيبا باش المغاربة مبقاوش يسمعوا لهاد الأخبار. أعطيكم خبر أخر، قنبلة، قنبلة ما بعدها قنبلة حصريا على هاد القناة عاوتاني، ولا بغيتوا تحسوا بها قنبلة خليني نقول لكم القانون اش كيقول. كاينة قاعدة كتسمى في القانون قاعدة توازي الأشكال. اش كنقصدوا بقاعدة توازي الأشكال؟ لا تعين شي واحد موظف بظهير ملكي لا يمكن عزله ب قرار وزاري أو لا بدورية وزارية أو لا. تعينتي بظاهر خاصك تعزل بظاهر، كيما تعينتي كتسمى توازي الأشكال قاعدة قد قد. إلى جبنا شي حاجة بمرسوم قانون السحب ديالو خص يكون بمرسوم قانون، نفس المسطرة. درنا شي حاجة بالقانون نسحبوها بالقانون، درنا شي حاجة بقرار وزاري كنسحبوها بقرار وزاري. سمعوا المغاربة هذه قاعدة، قاعدة توازي الأشكال. القاعدة الثانية هي هرمية القواعد. ما معنى هرمية المغاربة؟ الدستور قاعدة دستورية. شكون اللي كيجي تحت الدستور في المرتبة؟ هو القانون التنظيمي. شنو هو القانون التنظيمي؟ هو يفسر القواعد كيكملها، هو جزء من مكمل للدستور. القانون كتجيك واحد من حق الحق مثلا في 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 في, في التجول مضمون مثلا، كيجي واحد القانون التنظيمي كيوضح لك. أعطيتكم أمثلة، الحق في القضاء، الحق الدستور كيعطيك غير الحق بشكل عام، ولكن اللي غيبين لك كيفاش غتستثمر هذا الحق وينظمه وكذا تيجي قانون تنظيمي. اذا القانون التنظيمي علاش عنده قيمه؟ حيت هو اللي كيفسر الدستور كيكملوا. تحت القاعده التنظيميه شكون؟ كاين القانون العادي، داك الشيء اللي كيدير التشريع البرلمان
قواعد القانون اللي كيخرج بزاف مزيان المغاربه. القاعده العاديه القانون العادي ما خصوش خصو يكون كيخدع القانون التنظيمي. ما يمكنش القانون التنظيمي كيشرق وكيغرب، ما يمكنش الدستور كيشرق والقانون التنظيمي كيغرب، شي كيكمل شي. وديما القرار الوزاري خصو يخدع القانون المرسوم، مثلا المرسوم يخدع القانون ها هي غاده مزيان. علاش غنوريكم ماذا ارتكبت من مجزره حكومه اخرج. نزيدكم الشرح الثاني باش نعطيكم. كاين واحد الحاجه كتسمى مرسوم بقانون، عقلوا على هذه العباره، مرسوم بقانون. شنو مرسوم بقانون؟ شنو هي السلطه اللي كتشرع في البلاد؟ هي السلطه هو البرلمان المشرع. كاين البرلمان وكاين الملك وكاين الحكومه مزيان. الملك يشرع بظهائر، الملك اللي بغى يشرع شنو الطريقه باش كيخرج لنا شي قاع؟ عن طريق ظهير تشريع. اليوم الدستور الجديد فيه نقاش يقول لك اليوم السلطه التشريعيه هي البرلمان. على اي ما ندخلوش في هذا الجدال هذا الفقهي. الحكومه حتى هي مشرعه ولكن قيدها المشرع في ظروف. نعطيكم مثال، مثلا الحكومه هي اللي كتصدر من تسمعوا مرسوم بقانون، هذا كتصدر الحكومه فوكاش. واحد اللحظه تيكون البرلمان حابس، البرلمان ما كيخدمش 12 شهر ما بين الدورتين كيحبس واحد الفتره. في ديك اللحظه واش حياه الناس غتبقى حابسه؟ لا، المرفق العام من خصائص ومبادئ استمراريه خصو يبقى خدام. حتى اقتضت المصلحه خصنا قاعده قانونيه باش ننظموا حياتنا. البرلمان ما خدامش ما يمكنش نحبسه. هنا الحكومه اش كدير؟ كتولي مشرعه، كدير مرسوم بقانون. غير المشرع اش كيقول لك؟ تيقول لك ايه انت كحكومه شرعي في هذه اللحظه، ولكن مباشره من غير يرجع البرلمان للخدمه ديالو في اول دوره خاص هذيك يرجع وتصادق عليه وكذا ويخرج بجريده رسميه. مزيان المغرب. الحكومه في واحد اللحظه كان عندها هاد ما كاينش البرلمان، مشات دارت مرسوم بقانون في شي حاجه ديال التكوين الاكاديميه، في شي حاجه كتقال الاكاديميه. مشات الامور عاديه، جا البرلمان اللجنتين تناقشوا، لجنه المجلس النواب مجلس المستشارين، المصادقه، مشى للديوان الملكي. كتعرفوا الديوان الملكي هو اللي كيد الموافقه الا كانت شي حاجه ما كتوافقش القانون. الملك تيقول اعاده قراءه. ما معنى اعاده القراءه؟ يتعاود هادشي بما يتوافق مع القانون. حتى كيكون موافق القانون عاد الملك يؤشر، ملي كيأشر الديوان الملكي في اجل 30 يوم خاص كتسمى مرحله النفاذ، خاص يمشي للجريده الرسميه. القانون الا ما رجعش في الجريده الرسميه لا اثر له. هاد المرسوم بقانون خرج من الجريده الرسميه، داز من جميع القنوات مزيان. وتبعوا القنبله اللي غنعطيكم. اش دار لك السي الاستاذ؟ حيت هو كيتقلق الاستاذ عز اخنوش، اش دار؟ من خرج هذا القانون وسالا واحد النهار، واحد النهار خرج لك هاد في الجريده الرسميه، اش كيقول في هذا القانون اخوتي المغاربه؟ يسحب المرسوم، خرج مرسوم تنظيمي. المرسوم التنظيمي هو اقل انطباطا بداك الشيء اللي شرحت لكم قبيله ديال هرميه القواعد، اقل شانا من مرسوم بقانون. هو بوحدو دار مرسوم تنظيمي، قال لك اسيدي بناء على اجتماع المداوله مجلس الحكومه، ومشى سحب ذاك المرسوم. اخوتي المغاربه سمعوا هذا الشيء، مرسوم رقم كذا 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 25/2024 يسحب كذا كذا رئيس بإحداث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. ها أنا عاد تفكرت، إحداث رئيس الحكومة بناء على الدستور لا سيما الفصل 90 وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ كذا كذا قرر يسحب المرسوم من كذا كذا بتغيير القانون بإحداث الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين. هي هي ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. إيوا أنت درتي مرسوم بقانون، سحبوا بمرسوم نفس المسطرة، سير البرلمان. دابا كيفاش على انك درتي مرسوم بقانون وسحبتيه بمرسوم تنظيمي وفي خرق سافل لقاعده توازي الاشكال والقاعده ديال هرميه القواعد القانونيه؟ بقيت غنعرف السي اخنوش، دابا الا جيتي زعما تقدم الحصيله الحكوميه تقدم هذا الشيء في البرلمان؟ هذا الارتباك في الاجتماع وهذا الخرق الماده 248 داخل في الحصيله في الانجاز هو ياك تقدم نصف ديال الولايه ديالك؟ هذا المرسوم الاكاديمي اللي هضر عليه بوانو واللي ضفنا له معلومات واش هو داخل في الحصيله زعما؟ هذا المرسوم وهذا المرسوم بقانون وهذا خرق القاعده التوازي الاشكال وقاعده ديال هرميه القوانين تا هو عاد دخلوا في الحصيله. شنو تقول؟ انا بغيت نفهم والله العظيم، بغيت نعرف اخنوش كيفاش غيهضر مع في هذه الحصيله امام القدره الشرائيه. شنو ما كاينش شي قدره شرائيه مفروعه عليهم، المغاربه مهلوكين. المغربي ولا ما بقاش كيقدوا الصالير. شنو من حصيله الا ما قويتيش القدره الشرائيه ديال المغاربه؟ شنو غتقول فيها؟
واجهت التفاوتات اللي الطبقيه اللي كاين والمجاليه اللي كاين في المغرب. غتقدم الحصيله شحال تعاود على داكشي اللي وقع الاطباء والصيدله الطلبه؟ شحال تقول على حصيلتك في التعليم؟ 3 شهور ما قراوش ولاد الشعب. شنو حصيله؟ شنو الاعتقال اللي كاين اليوم؟ شنو غتقدم في الحصيله؟ الاعتقالات؟ غتعاود على الشكايه اللي دار السي وهبي والاعتقال ديال الطاوجني واعتقال. شنو غتقول في الحصيله؟ بغى انا اريد ان افهم. ياك ما غتقول الزلزال وتصدي واثار الزلزال راه شفنا كان تدخل ملكي والجيش وهلم جرى. شحال تقول ياك ما تقول الزلزال تصديتي. شنو 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 غتقول في الحصيله؟ حافظتي على الفلوس ولا التوازن المالي؟ عاوتاني راه غنمشيو لك عاوتاني لسي سميتو هذاك مدير ديال المسؤول المالي الله يذكره بخير ذاك الرجل المحترم الله ما عقلت على سميتو والي بنك المغرب الجواهري. شنو غتقدم في الحصيله؟ عاقول شنو غتقول؟ شنو غتقول للمغاربه درتي؟ الجفاف وكذا كذا راه الملك تدخل بواحد مع شحال مليار ديال اللي عطى ديك المراه الفلاح. الدعم الاجتماعي انت براسك قلتي لبن كيران ومسجل عليك صوت وصوره قلتي راه ما يكذب عليكم حتى واحد. الدعم الاجتماعي ديال جلاله الملك ايوا شنو الحصيله غتقدم؟ شنو درتي انت؟ شنو الحصيله اللي غتقدم؟ نقول لكم واحد القضيه المغاربه باش نختم معكم. مشكله المغرب اليوم والله حتى مشكله هو هاد الرجال. علاش كتوقع هاد الاخطاء وهاد الاخطاء القانونيه والضعف؟ لحقاش انا قلت واحد الفكره دائما راه نهار كيغيب النقد راه كتجي الكوارث لاي بلاد. راه واخا يكون النقد لاذع كما تيقول تشرشل النقد يقوم مقام الالم في الجسم. شي من تيكون عندك الصحافه كتنتقد والمجتمع المدني خدام والبرلمان كيراقب وكيقيم السياسه والله ما تخاف على شي بلاد. انا علاش كنخاف؟ راه مول الشكاره صعيب اللي دخل الحياه السياسي. مول الشكاره كيقدر يشري كلشي اخطر ما كاين. وبن كيران اليوم قالها وكنتفق معاه في هذه النقطه خطيره خطيره جدا 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 قالها عبد الاله الاستاذ عبد الاله بن كيران. وغنعاود هذا لاهميته ميل الفلوس كيشريو الاعلام وكيشريو السياسيين. هذا الاعلاميين انا كنقول لكم هذا السيد هذا قبيله قال واحد القضيه الاستاذ قال لك يعني الليبراليه المتوحشه هذه مؤامره دوليه واقعه. دابا الناس اللي عندهم الفلوس كان عندهم الفلوس واللي كان الناس اللي كانوا كيديروا السياسه كانوا كيديروا السياسه وكان كيكون بيناتهم واحد النوع من التنافس وشويه ديال التقارب وشويه ديال المصالح المشتركه. دابا الناس اللي عندهم الفلوس من بعد السقوط ديال الاتحاد السوفيتي وصلوا لدرجه انهم بغاو يشريوا السياسه وبغاو يشريوا السياسيين. ولهذا نقول لكم بكل صراحه يعني كاين حزب سياسي ورئيس ديالو اللي كان في المعارضه والى اخره واللي دابا كيظهر ولا مخنوق بالفلوس. الفلوس الكلمات اللي قلت لكم معلومه ماشي تحليل. واللي ساعد على البلوكاج باش 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 يطيح الى بن كيران واللي كان كيتسول المناصب الحكوميه ومنع منها واليوم يريد ان يتزعم المعارضه. يعني بداو كيتشراو السياسيين كيتشراو الاحزاب السياسيه كيتشرا الاعلام. اسمحوا لي الاعلاميين ما كنقولش كلكم فيكم ناس شرفاء فيكم يعني ناس اللي كيقوموا بالواجب ديالهم المهنيه اللي كيعانيوا ماليا ولكن الواقع هو هذا. وهذا الشيء راه ماشي غير في بلادنا راه حتى فرنسا كتشتكي منه. اليوم في فرنسا كاين شخصيه يعني السياسي الشرفاء يشتكون منها لانها هيمنت على وسائل الاعلام وتفعل ما تريد. هذا الشيء اللي باغي نقول لكم انه ما غيليقش بلادنا. احنا بلاد اسلاميه شنو ما تعمل غنبقاو كنقوموا على المبادئ. هذا الكلام اللي قال بن كيران خطير جدا مول الفلوس. دابا واش تقدر تشري عبد الرحيم بوعبيد؟ واش تقدر تشري محمد بوسته؟ واخا كان عبد الكريم العمراني وكانوا مهم فلوس في عهد كي كتلقى سياسي قادر يسنطح كتلقى اعلامي كيواجه. راه اليوم في المغرب هذا هو عمق الازمه. هيمنه مول الشكاره على البلاد السيطره. ملي كيوليو عندك رجال الاعمال هكا كيدخلوا وخصنا هذا التحالف اللي داروا الثلاثي سيطروا على الحكومه سيطروا على المجلس البرلمان مجلس المستشارين المجالس الجماعيه مجالس العمل هاد السيطره. هادشي علاش ولات كدوز مراسيم وقوانين وخارق ما كاينش اللي يهضر والبرلمان تقريبا كله ديالهم. شحال تقول؟ والشعب راه دخل عاوتاني هذا كيتقاتل مدونه الاسره هذا كيتقاتل على كذا هذه كولونيل الحقيقه كنبحثوا عليها هذه الكره كتعرفوا داك الشيء ديال الكره كلنا كنبغيوها. علاش الكره واللاعبين ومشى لاعب وجاي لاعب هبط من الطياره عرفتي كيبقى يبان لك غير لاعب الا جبناه من شي دوله
وفيلم مسلسل وداك اللاعب تقول مع شنو غايف اي عندها دور كيمشي لها علاش لان كان لهيك وراه القوانين غاده وراه كل شيء غادي بقاو شويه الاصوات علاش كتلقاهم كيهجموا علينا وكيشهروا بينا ومخرج لنا عباد الله منا ومنا صافي هذا اللي بقى واش حنا ملائكه واش انا ما ممكنش نكون غلط مش نقول لكم حنا مضويين البلاد ولا بارفي لا ولكن داك الزوم بزاف مداول 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 عرفتي كلشي مداول 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 صفحات حتى كنلقى صفحات واش هادشي عادي باش ما تهضرش هكا وفي اخر المطاف تجي هاد الزبايد القانون وخرق المواد والمراسيم تدوز وكلشي يدوز لان اخنوش مشكرة هنا في الصعيد شنو بغيتي بغيتي الفلوس ما بغيتيش الفلوس الحبس ما عندوش الحمد لله كيبقى تشهير علاش علاش تشهير انت عايش في هذه الحكومه علاش سؤال بقوه تشهير ونص بالاعراض والصفحات والشخصانه وزرع الكراهيه وبنادم ما عرفتي شنو تقول له مراسم هكا وقوانين ما كيديهاش فيها مقابل شخص قلب لك على الواو علاش قلتي الباء قال واحد المره كضحك القران نزل على قريش تصور بنادم ما عندهم لي يشدك ما شفار ما عندك شي فساد اخر شنو القران نزل على قريش التعدد التعديد واش كتعرف تقرا السيد ضحك حتى كنبقى غير كنشوف بنادم شحال تي فيه تي فيه تي فيه تي ولدي ولدي يوسف عيط له نقول له القران لما نازل على سيدنا هذه كنقراوها ما كتكون كتهضر بزربه راه كت شي زربه كتعاد لا هذيك كيقطع حالك بنادم وكيبغي زعما يقيس بسمعتك ويعزلك يعني التفاهه التي ما بعدها تفاهه مشكلة عميقة جدا وراه بنك رئيس حكومة وقال كلمة فيها عقلت ولا بن كيناش قال في البرلمان واحد العبارة رئيس الدولة وقال كلمة الله يرحمه الحسن الثاني واحد اللحظة غضب قال كلمة على شي منطقة وقعت واحد فواحد لحظة غضب البشر بطبعه والا ما غيكونش انسان منزه نبي لا ما تغلطش ديال الصحافه خرج القواعد القانونيه الصحيحه قول ايات القران هي هذيك ما تغلطش حتى في حاجه عاد تبقى عرفتي غير تقول شي كلمه بابا علاش انا ماشي هذا هو المهم عندي لان هادو باش ما تجيبش هاد التقابيل القانونيه كان ندير نعزلك ما عندي كي ندير لك ما كتباع ما كتشرى ما كت كي غندير لك فوت التشويه والكذوب هذا هو مول الفلوس في الصعيب هذا هو مول الفلوس في عهدهم شحال صعيب الوقت علاش ما كتحسش بان عقليه التاجر دابا اخنوش مع احترامي له ما كنتهموش في حاجه دارها ولكن اخنوش كيفاش كنشوف انا اخنوش اخنوش ماشي رجل سياسي اخنوش كبر في فمه ملحقه من ذهب تصور واحد انسان واش 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 اخنوش مشى بالحفا واش اخنوش مشى بالحفا ما عمرو مشى بالحفا واش بات شي نهار بالجوع ما تعشاش واش شي نهار تشهى شي ابولو مثلا ولا تشهى مثلا شي دانون راه اللي تشهى في حياته عنده يعني كل شيء كيحلو بالجيب السياسي لا السياسي كيكون جاي من قلب افران الكفاح اليومي تكون قريب من الناس مدوز الالام مشى بالحفا مثلا دوز شي معاناه دوز شي صافيت تشد فيها شي نهار مشى للسبيطار موريزكو ما عطاوش كذا سمحوا لي الا جبدت التسميه ما لقاش الشوكه واحد العيد صحابو معيدين ومعيتش مشى للمدرسه مثلا هاز الضفاطر في صاك ديال ميكا ميكا ب 4 دريال وصحابو شارين كطابل كاين حوايج كيدوز السياسي وكيقرا القانون كيقرا الفكر كيقرا التاريخ تيدوز الشبيبه تيدوز النوادي النسويه النادي النسوي مثلا كما كان عندنا حنا النادي النسوي كدوز مثلا حركه المعطلين كيدوز اتحاد وطني طلبه المغرب كيدوز مجلس الوطن كيدوز الاحزاب كيدرج في الاحزاب هذا من التاجر لاباس عليه من حطوه في الحركه الشعبيه دوز الاحرار دوز الاحرار دوز هنا دوز هنا دخل هنا كيفاش غيدبر الالام والمشاعر السياسه واحد التعبير مكتف يعني الانسان هادشي علاش الزباير وهادشي علاش صعيب يكون ناجح وهادشي علاش كنحسو هادشي علاش اخنوش ما كيتواصلش اعلاميا ما كيديرش علاش كتحس بيه بعيد راه السياسه ماشي هي التجاره وهادشي علاش هو ناجح في تجارته ولكن فشل في تجاره المغاربه نما اقتصاده الخاص ولكن ما نماش الاقتصاد المغاربه العام تاريخيا ثروته كتزاد من نهار دخل وزير ولكن ثروتنا حنا ما كتزادش
علاش هو نجح في مجال اقتصاده وفشل في الاقتصاد العام الوطني؟ علاش؟ سؤال. علاش؟ وسؤال اخر، كيفاش هو كيقول مابقاش عنده علاقه بمشاريعه والهوليدينغ ديالو وثروته كتزاد؟ هذه اول قاعده بشريه في تاريخ من نهار بال البشر فوق الارض، اول مره مع شخص كدار هذه القاعده. شنو هي؟ هو انه يقدر شي واحد يربي ولدك احسن منك، هو انه يقدر شي واحد يحك لك جلدك من غير الظفر ديالك، هو انه يقدر شي واحد يسرح لك الغنم ديالك احسن منك، هو انه يقدر شي. هذه هي القاعده اللي جاب اخا نوش غريب. ويقدر شي واحد يقابل الحانوت احسن منك وانت مولاه، معروفه ما حك جلدك كما تلا ظفرك، معروفه اننا اللي كيقابل البروجي ديال كتلقى شي واحد واقف على المطعم بيدو ماشي بحال الخدامه، ماشي تنقيس، ولكن تيكون يكون الخدام، ولكن ضروري مشي تيكون. مايمكنش انت تربي ولدي احسن مني. اذا كيفاش انت بعيد على الممتلكات ديالك وثروتك كتزاد غنى في الوقت اللي حنا نزدادوا فقره؟ قضيه غير واحد الكلمه نقولها نقولها للسي عبد الاله بن كيران. عبد الاله بن كيران ملي كتسمع له قال واحد الكلام هنا على خطير جدا على الحزب اللي شبع فلوس. دابا كاينه واحد الفكره خطيره، شنو هي العلاقه الجدليه بين بعض الاحزاب اللي شبعت فلوس وفي نفس الوقت كتواجه الصحفيين او كتصيفط محامين ينوبوا في المحاكم ضد الصحفيين؟ شنو هي العلاقه الجدليه بين الحزب بعض الاحزاب شبعت فلوس وفي نفس الوقت كتدافع على اسرائيل اليوم؟ كيفاش بعض الناس في المغرب ما بقاش ممنوع فقط تهضر على الفساد، لا ممنوع خصك تناصر حتى اسرائيل، ممنوع تهضر على اسرائيل. كيفاش ان بنادم دار الفلوس وفي نفس الوقت كيناصر اسرائيل؟ دار الفلوس وكيواجه الصحفيين، دار الفلوس وكيتراس اهم المؤسسات الحيويه في البلاد. شنو علاقه الفلوس بهادشي اللي قال؟ يعني مهم الفلوس شبعوا فلوس. انا نقول لسي بن كيران واحد الحاجه، واحد المسلسل تفكرته ديال دريس الروخ كان داز في رمضان الاخر، كنت كنتفرج فيه بالليل، شي وحده كتبغي تغني سحر الصديقي، انا ما خانتنيش الذاكره، كان فيه سعيد باي. سحر الصديقي باغيه تغني وكان دريس الروخ هو مدير الاعمال ديالها ولا المناجر ديالها، وكتغني وكترتبط بها. المشهد اللي غنعاودكم انا ملي شفت بعد بن كيران الطريقه اللي كيهضر، حيت ملي كيكون عندك حكومه اخنوش كتقلق منه ولا ما عاجبكش اكيد كمغربي كتفكر في البديل. السؤال، هل اخنوش، هل بن كيران اليوم بديل على اخنوش؟ واش ماشي بن كيران، هل بي جي دي بديل على الاحرار؟ هذا راه سؤال جوهري. سعيد نرجع لكم المسلسل على جبت، حيت بن كيران ملي كتسمع له دابا كتبقى تسمع معاه كتمشي كتسحر واحد اللحظه كتفيق. هاد اللقطه فين كتفكر بن كيران؟ في داك سعيد باي، في داك الفيلم، داك المسلسل كيهضر مع شي واحد، وداك الواحد انا ما كنشبهش داك الواحد بسي بن كيران حاشا، غي الصوره اللي جميله. الاخر كيبقى مع الاخر فيه الفعيل بزاف داك الشخص، وكيبقى ياكل الدماغ ديال سعيد باي. سعيد باي جاي من العروبيه وجاي يتابع سحر صديق، فسعيد باي كيبقى يطل فيه، الاخر كيبقى ويقول له فلان، سعيد باي كيهضر، قال له ملي كنسمع هضرتك قال له كنلقى غدا مع الطريق مزيان، قال له غير كنطل فيك. قال له كاع داك الايمان اللي عندي كيمشي ليا بدق. مع احترامي السي بن كيران، ملي كنسمع السي بن كيران كيبان لي الهضره والنقد بزوين، غير انا ماشي بحال سعيد باي كنطل في الوجه، لا انا غير كنتفكر عاوتاني التجربه ديالك الحكوميه، نفس الصوره تفكرت ديال سعيد باي. شوف السي عبد الاله بن كيران، الحياه ما كتوخدش بالنوايا الحسنه، وسيب اخص السياسه فيهاش النيه والرغبه، كاينه شروط. واش عندك شروط باش تنزل مشروعك ولا لا؟ واش عندك ظروف؟ الا افترضنا فيكم حسن النيه بغيتي، دابا التاريخ لا يعيد نفسه، وحتى ان اعاده في شكل كاريكاتوري كما تيقول التاريخ لا يعيد نفسه، وحديث نبوي المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. دابا السي بن كيران واحد الوقت كان الربيع العربي والامازيغي الشروط موفره لك والدعم الشعبي والجو الاقليمي والحكومات الاسلاميه، ومع ذلك ما نجحناش، وهضرتي على التحكم وفشلنا في مواجهه التحكم. ماشي معاك، خدم معايا عقلك السي بن كيران، اليوم الشروط ضدكم جاري بالاسلام، انت كتشوف الغنوشي في تونس مرسي راه خبار الله يرحمه، ايوا شنو؟ عاد عندك تجربه سابقه، ها انت رجعتي ما غتلقى السند الشعبي قوي، الجو الاقليمي ماشي في صالحك، الجو الدولي ماشي في صالحك، كيفاش غتواجه التحكم اللي التحكم اليوم الجو الدولي في صالحه؟ اذا غتكون تجربه اكثر بؤسا واكثر نقوصيه واكثر تراجع. دابا هذا اللي كيخدم عقله،
هكا ما كيخدمكش الوضع، حيت الجو اللي كان في 2011 وحسن وما قدرتيش دير حكومه في 6 اشهر. المشكل فيك اولا فيهم، ما هذا ماشي شغلنا. بمعنى السي بن كيران اللي بغيتك تقول للمغاربه وتكون فيه موضوعي، قول الحقيقه، انت راك تجي فين شنو كاين المشكل في المغرب؟ علاش ما قدرتيش تشكل حكومه؟ علاش واحد خرج بورد عليك؟ اذا العيب كاين في التقطيع، العيب كاين في الانتخابات والاشراف والظروف. من تما خرج من الخيمه خرج معايا، ما كتسمح لكش انتخابات تعطيك اغلبيه مريحه وتنزل برنامجك، كتبقى تحت رحمه الاحزاب الاخرى، ما عنده اذا ما عنده تقييمات تصويت. علاش ما تقولش للمغاربه ما تشاركش؟ احنا مع المشاركه معك، ولكن هذه هي المنطقه اللي خصك تقول للمغاربه. بغيتي ندير معك نقاش مسؤول، هذا ديال خوك مغربي. اذا انت شنو باغي؟ تسمح لي يا سي بن كي، الا ما درتيش هذا النقاش وباغي تنافس تشارك بنفس الشروط اللي انت ديك الشروط، اذا انت ما سخيتيش. ماشي بالضروره الفلوس، كاين اللي تيبغي السلطه، كاين اللي تيبغي السلطه. وانا قلتها لك واحد المره والله ما كنسئلك، هذا شعور نقدر نكون غلط فيك، تنحس بك رجل تحب، ما عندكش مشكل مع الفلوس. كاين اللي كيبغي، انت ما عندكش مشكل مع الفلوس، ما تقدر تعيشها ب 5000 درهم. تقدر تعيشها ولكن عندك مشكل مع خصك تكون في السلطه تحكم. كاين اللي راه تهادي عاوتاني راه هوس. هادشي علاش نايضه القيامه، اما عن ترجع عن طريق فلسطين او ترجع عن طريق المدونه او باغي ترجع عن طريق يعني شي موضوع من احترامي لك، زعما هذه وجهه نظر ديالي. لانه لا يعقل تعاود تيقول لك هيجل من لم يعي اخطاء ماضيه سيضطر الى اعادتها في المستقبل. انا درت بحال هكا وشي درت على واحد باغي نجيبها تما وما جاتش، عاوني نهز صباعي ثاني وندير هكا، خصني نبدل ندير هكا بحال هكا الحكومه. انت جيتي درتي واحد عتعاود نفس ما يمكن، شنو تبدل باش تنزلنا برنامجك؟ شنو كلشي باغي يغير البلاد، شتي هذوك مال الفلوس حتى شي اخلوش نقدر نقولها ولكن نقدر نبالغ فيها، يبقى عنده الثروه والمصاري ما يكرهش البلاد تغير هو، ولكن علاش ما تغيرش؟ لحقاش هو معرقي لها، عنده مصلحته الخاصه، ولكن هو نيته راه ما يكرهش تكون دابا الاخلوش، يكره الثروه تزاد له ومفطح والمغاربه مفطحين، هاي هنا من صداعهم. ما يكره هو يكره اخلوش عنده الثروه والمغاربه يبغيوه، شكون اللي كيكره الحب من بعد الفلوس؟ خص الحب. واش هو اخلوش عاجبه هذا السخط الشعبي اللي ما كرهش؟ ولكن ملي عنده شي حوايج اما يسخي يضحي بمصلحته ويكون شجاع في بعض الحوايج حتى هو ويتملك ديك الاراده ما قدرش، صافي إيه كتضحي، ما يمكن لك تجمع بيناتهم بجوج. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.